الأقصى. وتراب أرضي أبيت منعما بجوار قدسي أعانق تربها فأظل أحيا بكل زريعة وبكل غرسي. الأقصى والقدس، العين والحدقة، والصدر والقلب، والروح والجسد، هكذا هما. بسم الله الرحمن الرحيم، حمدا لله وصلاة وسلاما على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه والاه. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم غذاء الروح. وفي هذه الليلة سأتحدث عن قول الله تبارك وتعالى في آية جليلة عظيمة: اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، هي أول آية انفتحت لها السماء بعد 6 قرون تقريبا من بعثة عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلوات وأتم التسليم. آيات جليلات، 5 آيات في صدر سورة اقرأ انفتحت لها السماء بعد ظلم طويل وظلام وشرك عالمي وتعد على الناس واغتصاب لحقوقهم وبعد ضياع لرسالات الأنبياء، تنزل هذه الآيات. هذا أمر عجيب، أمر يجعلنا نتفكر طويلا. لماذا؟ لماذا لم تنزل آيات تأمر بالتوحيد؟ لماذا لم تنزل آيات تأمر بالبعد عن الأخلاق السيئة؟ لماذا لم تنزل آيات تأمر بالأخلاق الحسنة؟ لماذا لم تنزل آيات تأمر بصلاة أو بصيام أو بحج أو بزكاة أو؟ فمن العجيب أن تكون أول آيات أنزلت آيات تتحدث عن القراءة، عجيب فعلا. والأعجب أنها تنزل على أمة أمية لا تقرأ، لا تقرأ، إن أمة أمية يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا عجيب فعلا. لماذا أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات؟ هذا سؤال مهم. لماذا تنزل هذه الآيات على هذه الأمة الأمية؟ لأن الله تعالى يعلم جل جلاله أن القراءة هي مفتاح عظيم للوصول إليه جل جلاله، وأنه سيكون لها شأن جليل فيما بعد، وأن هذه الأمة الأمية هي ستكون أمة الحضارة وأمة الثقافة وأمة الإنتاج العالمي في ذلك كله، وأن هذه الأمة الأمية ستكون الأمة الرائدة 1000 سنة من الزمان، وستكون مفتاح ريادتها سيكون هو القراءة والاطلاع. وهذا الذي جرى بعد ذلك حقا. هذه الأمة الأمية ساقت الناس طويلا وأسست حضارة جليلة في الأرض وعملت طويلا وسادت 1000 سنة من الزمان. كيف؟ بالاطلاع العجيب والقراءة التي ليس مثلها قراءة فيما ثبت من تاريخ أسلافنا العظام وخلفهم الكرام رضي الله تعالى عنهم أجمعين. قراءة عجيبة وجليلة جدا. لكن الله تعالى ما أراد مطلق القراءة، قال اقرأ باسم ربك الذي خلق. باسم ربك الذي خلق، أي أن القراءة تكون باسم الله، القراءة مقرونة بالإيمان بالله تبارك وتعالى، لأن القراءة وما يتبعه من ثقافة وحضارة إذا لم تكن مقرونة باسم الله ولم تكن مقرونة بالإيمان بالله فإننا نشاهد اليوم آثارها في الأرض، نشاهدها في الطغيان العالمي وفي الاستكبار والتجبر الذي تقوم به القوى التي ليست مؤسسة على القراءة باسم الله، إنما القراءة باسم الطغيان، والقراءة باسم التجبر والتكبر في الأرض، والقراءة بسلب الناس حقوقهم والاعتداء على الناس. هذه القراءة اليوم، هذه الحضارة اليوم التي نشاهدها، هذه الحضارة المادية المسيطرة في الأرض، حضارة الجبروت والطغيان والاستكبار العالمي. إنما الله تعالى أرادها أن تكون قراءة باسمه، أرادها أن تكون قراءة مقرونة بالإيمان به، قراءة ساجدة، قراءة خاضعة، قراءة قابلة للتوجيه الرباني، قراءة مظللة بالتوجيهات الربانية والتوجيهات النبوية. هذه القراءة النافعة،
التي تقود إلى إقامة حضارة في الأرض مقرونة بالإيمان، مقرونة بالبعد عن الطغيان والتجبر والاستكبار. فنحن صانعون، إن أمة الإسلام اليوم أمة لا تكاد تقرأ إلا في بعض الشعوب القليلة، أمة لا تكاد تقرأ. الدول العربية هي دول غير قارئة، تصنف في عداد الدول غير قارئة في العالم. إن كتابا يطبع اليوم في دولة أوروبية صغيرة يوازي ما إنتاج الدول العربية كاملة، وفي هذا ما فيه من الخزي وما فيه من الشعور بالنقص والشعور بالذل. لماذا وصلنا إلى هذا ونحن أمة اقرأ؟ لماذا وصلنا إلى هذا وكان أسلافنا قد ضربوا أعظم الأمثلة العالمية في قضية القراءة؟ كان يقرؤون الليل والنهار ويألفون الليل والنهار، وكان الواحد منهم يقرأ قراءة لا يمكن أن تقرأها أمة من الأمم أو فرد من أي أمة من أمم الأرض اليوم. لماذا وصلنا إلى هذا المستوى؟ إنه الانحدار، الانحدار الذي جرى علينا بعد القرن العاشر الهجري، 15 الميلادي. كانوا قد ابتدأوا في عصور النهضة ونحن قد أخذنا في الانحطاط الذي دام قرونا حتى وصلنا اليوم إلى نتائجه السيئة وآثاره الضخمة فينا اليوم، هو أننا في الحقيقة قد تخلفنا طويلا في ميدان القراءة. تدخل جامعة من الجامعات إلى مكتبة من المكتبات فتعجب من تراكم الغبار على الكتب. ألم يمس هذه الكتب أحد من قبل؟ ألم يقرأ فيها أحد من قبل؟ تعجب إذا وجدت الإحصاءات في بعض الجامعات تصل إلى أن 70% وأكثر من الطلاب لم يقرأوا كتابا قط في جامعته أو في مكتبة جامعتهم. تعجب من الطلاب اليوم عندما لو عملنا استبيانا أو استبانة واستفتاء اليوم في صفوف الطلاب لوجدت والمتخرجين في الثانويات والجامعات تعجب أنه يمر عليه الشهر والشهران والعام والعامان لم يقرأ فيها كتابا كاملا. أعوذ بالله، هذا موجود وبكثرة في الناس اليوم. تعجب من رب أسرة لم يجعل في بيته مكتبة ولو صغيرة حتى يطلع ويقرأ فيها أبناؤه وبناته وزوجه. تعجب من هذا، تعجب أن شخصا كبيرا في السن ما لم يقرأ كتابا منذ كذا وكذا شهر أو كذا وكذا سنة. هذا يدل على ثقافة سطحية، ثقافة ضعيفة جدا. كيف سنفهم ديننا؟ كيف سنغذي قلوبنا وأرواحنا؟ كيف سنغذي عقولنا إن لم نقرأ ونقرأ قراءة مطولة؟ أيها الشباب، أيتها الشابات، سبيلكم الوصول إلى ثقافة عميقة، ثقافة مؤثرة، ثقافة مغيرة لما نحن فيه إنما هو القراءة، والقراءة المطولة العميقة، القراءة الواعية، القراءة التي توصل إلى تغيير. نحن بأمس الحاجة للتغيير، فنحن صانعون اليوم. القراءة هي سبيلنا في ذلك، نعم هي إحدى السبل لكنها سبيل جليل وعظيم، ونحن مقصرون في غاية التقصير. فنحن فاعلون، نحن عائدون للقراءة. هل سنمحو هذا الذي اشتهر عنا بأن أمة غير قارئة؟ أمة اقرأ اليوم، أمة لا تقرأ. كيف يكون هذا؟ بعد 14 قرنا من نزول القرآن العظيم نصبح أمة غير قارئة؟ هل يعقل هذا أيها الإخوة والأخوات؟ إن أعداءنا قد أخذوا هذا في عقول مقلوبهم، هذا المعنى عنا بأننا لا نقرأ، وذلك نتيجة إحصاءات عالمية لما ينتج من كتب ولما يقرأ من صفحات. فهل سنغير؟ أرجو هذا، خاصة أن قراءة اليوم هي سبيلنا لفهم ديننا، هي سبيلنا لدحض الشبهات عن ديننا، هي سبيلنا لتغذية قلوبنا وعقولنا وأرواحنا. هذا تراث جليل تركه سلفنا، ملايين الكتب ما بين مطبوع ومفقود ومخطوط، تركه سلفنا لمن؟ لنا، حتى نقرأ ونتعظ ونعتبر ونستفيد. فمن الجحود الكبير لتراث سلفنا أن نتركه فلا نقرأه، من الجحود العظيم حقا. ومن اطلع على تاريخ السلف والخلف، كيف ألفوا، كيف كتبوا، كيف قرأوا، كيف كانوا يسهرون الليالي الطويلة ويوصلون الليل بالنهار من أجل قراءة مثمرة نافعة مفيدة، يخجل من وضعنا اليوم، يخجل من حالنا. وسبيلنا للتغيير نبدأ بالمدارس، طلاب المدارس الابتدائية والثانوية والمتوسطة والجامعات، نعودهم القراءة ونعلمهم القراءة ونقصرهم قسرا
على القراءة تصبح عادة محببة إلى نفوسهم، أن ننشئ مكتبة في البيت، أن يشجع الوالدان أولادهم على القراءة وعلى الاطلاع وعلى البحث، إن هذا هو سبيل التغيير. أسأل الله تعالى أن يمن علينا بأن نكون حقا من أمة اقرأ باسم ربك الذي خلق، والله أعلم وأحكم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هكذا هما بالنسبة لنا، فالأمنيات تتوهج والأشواق تتأجج حتى أضرمت الكيان وأشعلت التصميم في الوجدان. تدب الروح في جسدي وتمسي بكل جوانحي وتقول.